نرجع إلى الشأن المحلي عندنا، ولو أنه برضو الحديث عن قطر الحقيقة ليه علاقة كبيرة بشأننا المحلي. إرهاب نظام قطر ودعمهم، دعم نظام قطر للإرهاب في النهاية بنشوف نتائجه عندنا وفي الدول العربية المختلفة وفي الشعوب العربية. لكن في حالة تفاؤل عند الواحد كده الصراحة، يعني لما تبدأ تسمع وتشوف وتحس إنه في ناس فاض بيها خلاص، والناس دي بدأت تتكلم وتعلي صوتها وتقول مش هنسكت تاني على هذا النظام الذي يدعم الإرهاب، اللي خسرنا علاقتنا بالدول العربية والدول الخليجية والدول الشقيقة والدول الصديقة والعالم كله. النظام اللي كل اللي فارق معاه ازاي يقوي الرموز الجماعات الإرهابية وازاي ويسمح لشيوخ الفتنة تطلع من عنده. النظام اللي متبني او هو الصاحب الاول والرئيسي والموجه الاول لقناة الجزيرة، اكثر قناة كاذبة على وجه الكرة الارضية، مفيش كلمة مفيش معلومة تاخدها منها صح. لما يبدأ الصوت ده يعلو اعتقد انه ده سبب يخليك تتفائل وتحس انه ان شاء الله اللي جاي هيكون احسن. مؤتمر المعارضة اللي هيعقد في الخميس 14 سبتمبر في لندن، قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي. أنا بعتقد أنه هذا المؤتمر يعني يلتفت إليه العالم كله، وإحنا أكيد هنتابعه ونتابع تداعيات هذا المؤتمر مع حضراتكم. كان في جولة تفقدية لوزير الصحة ومحافظ القليوبية فعدد من المستشفيات المحافظة تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة. كان في منها مثلا مستشفى التأمين الصحي في بنها ومستشفى المانجا، وانا الصبح بقول لزمايلي متأكدين يا جماعة اسمها مستشفى المانجا المركزي في شبرا الخيمة، قالوا لي اه متأكدين. ومازلتوا متأكدين يا شباب مستشفى المانجا المركزي؟ طيب مستشفى المانجا دي اكيد هتبقى مستشفى يعني مش عارفين، بس مستشفى عويس ولا فص ولا تيمور يعني غالبا. ومبنى جديد في مستشفى بنها التعليمي، التكلفه الاجماليه بتقارب حوالي 300 مليون جنيه مصري. انا بعتقد انه افتتاح اي صرح طبي او تجديد وتطوير اي صرح طبي، اي وحده صحيه حتى تقدم خدمه صحيه وطبيه متكامله للمواطن، ده لازم نسمع عنه كتير قوي الفترة دي، لأنه لسه عندنا مشكلتين رئيسيتين في هذا البلد طبعا، الصحة والتعليم. بس أدينا بنحاول وده جزء من المحاولة. نتابع معا تقرير الزميل عمرو موسى. تفقد وزير الصحة ومحافظ القليوبية عددا من المستشفيات بالمحافظة تمهيدا لافتتاح بعضها خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي مستشفى بنها للتأمين الصحي بتكلفة بلغت 104 مليون جنيه، ومستشفى أبو المنجة المركزي بحي شرق شبرا الخيمة التي تم تطويرها ب 60 مليون جنيه. وعقب شكاوي المرضى من مستوى الأجهزة المتردية بمستشفى بنها التعليمية، وجه وزير الصحة بتوفير حجرات للأشعة والرنين المغناطيسي لتحسين الخدمة الطبية بالمستشفى، ووجه بسرعة الانتهاء من المبنى الجديد بالمستشفى. عملنا جولة جيدة جدا في محافظة القليوبية، بديناها بمستشفى أبو المنجة، مستشفى إن شاء الله جاهزة للافتتاح، بس لقينا فيها بعض المشاكل في القوة البشرية كانت ناقصة شوية، بعض الأجهزة كانت فيه حاجات كان ليها تعليقات فيها في قسم الأشعة، هنستكملها إن شاء الله بإذن الله. ادينا لهم مهلة 3 أسابيع أو 4 أسابيع، وإن شاء الله هاجي بإذن الله إن شاء الله يتم بدء العمل فيها. دي مستشفى أبو المنجة. جيت هنا في التجمع الطبي هنا في بنها، هنا في مجمع جميل الحقيقة اللي أنا وإحنا واقفين فيه. بديت بمستشفى أطفال مصر، مبنيين الحقيقة فيهم خدمة صحية من أحسن ما يكون. كمية العمليات اللي بتجرى في مستشفى أطفال مصر في بنها أنا ما كنتش متخيل، لسة العمليات في يوم واحد 17 عملية بتجرى ل 17 طفل في يوم واحد، والشيء الغريب ان ما حدش في مصر يعرف عنها حاجه. جينا بنها في المكان اللي احنا فيه في تجمع صحي متكامل جدا، عباره عن مستشفى تخصصي على اعلى مستوى للاطفال، ويمكن معالي الوزير اتبسط منها جدا، خليه نحل من سرير حضانات للاطفال ومن عنايه مركزه ومن كل الامكانيات اللي بتقدم خدمه صحيه عاليه للاطفال موجوده في المستشفى.
جولة تفقدية لمعالي الوزير كانت على مستشفى أبو المنجى المركزي. مستشفى أبو المنجى المركزي بتخضع لعملية تطوير شامل لإنشاء قسم الاستقبال والطوارئ على أحدث مستوى، ووحدة عناية مركزة بقوة 6 سراير وثلاث أجهزة تنفس صناعي وأوطان عمليات. معالي الوزير أوصل النهارده ببعض الأجهزة تيجي تاني لرفع كفاءة المستشفى والقوة البشرية، استكمال القوة البشرية، وإن شاء الله في خلال شهر بإذن الله يتم الافتتاح. يعد ملف الصحة أحد أهم الملفات الأساسية التي تهم المواطن البسيط الذي وضعته الدولة على رأس أولوياتها من خلال بدء وزارة الصحة في تنفيذ برنامج طموح لإصلاح نظام الرعاية الصحية. عمرو موسى، صباح دريم.